الخبر الأول اللي عدنا هو عن مملكة القصص والسترايك الجديد اللي كنا من نور ستار وشركتها. فحاليا حبايب القناة صار عليها سترايكين وبقى سترايك واحد وتسكر، فلان صراحة الموضوع صار تافه وحقد زايد وما أدري شو أقول الصراحة، لكن مجرد حبكم يا حبايبي ليا وكل دعمكم ليا هذا واحد يكفيني وما يهمني أي شيء. هو رابط قناة الثانية بالوصف، أي لحظة ممكن تطير هذه القناة، والله يسامح الجميع. طبعا طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح وكشف بالحقيقة كل اللي قاعد تصير، حقد أشخاص وتحريضهم اليوتيوبر عليا، فروح شوفوا المقطع مالته بالوصف. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أنس وأصالة. فأنس وأصالة نزلوا على حسابهم بالإنستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات كانوا يقولون بها إنه المقطع اليوم راح يتأجل للباكر تضامنا ويا أهل الأردن، طبعا هو وفاة عبد الله الشاب الأردني الله يرحمه. طبعا يا حبايب انتظروا مقطع باكر راح ينزل. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو أحمد أبو روف. أحمد نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات يعتذر بها إنه ما راح ينزل المقطع اليوم، راح يأجل للباكر، نفس الشيء تضامنا ويا أهل الأردن. خلينا ننتظر مقطع باكر، واكتبوا لنا يا حبايب الكومنتات متحمسين المقطع منه أكثر بين أحمد أبو روف وأنس وأصالة. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين بيسان وأنس الشايب على شيرين بيوتي. فمثل ما تعرفون ان جمهورنا رين بيوتي دائما هو يتهجم على بيسان وأنس الشايب لانهم يصورون يوم فلوق. فشيرين بيوتي نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، فلان كل الكومنتات اللي جت كانوا يتهجمون عليها، ومنهم بجمهور بيسان اسماعيل وتتر ريتشتون على بيسان اسماعيل. فهذه الصوره يا حباب قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر اللي يستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن غيث مروان وصول حسابه بالانستغرام ل 2 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن محمد جواني ورد على كل الاشخاص واليوتيوبر اللي قاعدين يتهجمون عليه ويحرضون المتابعين. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بها شويه كلام من قلبه، انه هو بالمقطع اليوم نزل اعتذر من كل الاشخاص اللي تمشكل وياهم، ولكن من واضح انه هواي اشخاص يحبون يسوون مشاكل، صاروا يتهجمون ينزلون ستوريات ويحذفوها، واللي منهم يوتيوبر كبار عليكم راح احط لكم ستوريات تشوفوها. مساء الخير على الجميع. حبايب الله يسعد لواتكم يا رب، يا ريت تركزوا بكل شيء راح احكيه. حاليا انا شفت تحريض كثير كبير على اخر فيديو نشرته من ساعه لحد الان، من ساعه بلش التحريض. شفت الستوريات كلها تحرضت، الاشخاص اللي كنت بعزهم مثل اخواتي وما تخيلت انه يطلعوا يحكوا او يحرضوا الجمهور على الفيديو طلعوا يحكوا. بالمختصر انا راح اقول لك لكل واحد عمل لي تاج، راح اقول لك الله يسامحك حبيبي. اول شغله، انا لو كنت راقد ورا مشاهدات للفيديو تمام، كان حطيت اقل شيء بالوصف حساباتي الانستغرام ومدري شو، كتبت بالوصف بكل احترام ارباح هي الفيديو تمام، واكثر راح تروح، راح اعمل شغله بيني وبين حالي على هذا الشاب، اقل شيء فيني اعمله من نيتي لحالي تمام. مشان موضوع التحريض راح كمل الستوريات تبع الستوريات اللي بعدهم، راح اوجه رساله كثير كبيره لكم انتم يا المشاهير. كل حدا حرض على الفيديو انا واثق من كلامي تمام، ما شاف الفيديو كامل، انا بهذا الفيديو اعتذرت من كل حدا غلطان بحقي وغلطان انا بحقه، تخيلوا لوين. وقلت للناس انه يا جماعه الحياه قصيره، انه هذا الشيء اللي صار علمني درس كثير كبير، الله يرحمه الشباب. بس انا اختنقت، حسيت حالي بداله لما شفت ستورياته وعم وجه رساله لابوه وعم يحكي ويسوي، كثير تضايقت صراحه. على كل حال الله يسامح الجميع، وانتوا روحوا شوفوا الفيديو كامل، انا قلت بالفيديو الله يسامح الجميع، انت اللي حكيت علي، انا الله بقول لك من جوا قلبي الله يسامحك، انا بعرف شو نيتي للفيديو تمام؟ وانا مو محتاج مشاهدات مثل حكايتك وانت اللي حكيت غيرك، في كثير ترند بنحكي عليه مشان نجيب مشاهدات، تمام؟ مو لهالدرجه الرخصنه، تمام؟ مشان هيك ركز كثير بكلامي ولا عاد تعيد هذا التحريض علي. والكومنتات السلبيه اللي كتبت من وراء التحريض هذا، انا بقول لكم لا تكونوا رعاي غلم، بس واحد حكي يلا كلنا نحكي. الله يسامحكم باختصار، الله يسامحكم، كل واحد بيعرف شو في بنيته. اقسم بربي يا جماعة والله العظيم ليكو، أنا حاليا جاي سياحة أصور شغلات لألي، امبارح الساعة 5 الصبح شفت البوست، أنا الساعة 5 الصبح حكيت بالفيديو. من امبارح الساعة 5 الصبح لحد الآن ما راح الموضوع من بالي، أنا أكثر واحد مخنوق، لأنه أنا أكثر واحد بعمل يوميات مثل حكايته، بضحك، بعمل شغلات، صرت أفكر لأنه أنا امبارح على الطريق كنت عم بعمل نفس مثل حكايته، مثل ما هو عم يعمل، كنا عم نرقص أنا ورفقاتي وبنعمل شغلات، ولاحظوا اليوم رفقاتي طلعوا كلياتهم رحلات، رفقاتي المقربين مني، وصوروني بس أنا ما نزلت عندي احتراما للشب واحتراما إني متضايق، طلعت كرمال رفقاتي غير جو، تخيل ما صورت شيء لقناتي، ما عملت أي شيء لأنه أنا مخنوق، أنه موضوع مو صعب. مشان هيك قبل ما تحرض عرف شو في بني الناس، عرف شو في بقلب الشخص، لا تطلع تعلق مجرد تعلق وتخلي الناس تحرض على الأشخاص. ما بعرف أنا صراحة، الله يسامح الكل، أنا وعدت نفسي إنه بداية جديدة، مشان هيك راح أكتفي بحق الرد، روحوا شوفوا الفيديو كامل، إذا أنا غلطان تعالوا اكتبوا لي أنا غلطان. متابعيني وعم تتحرض مثل إنه يلا أوكي يلا يلا علي حنعمل حملات، ترى هذا الشيء غلط، شوف الفيديو كامل، إذا أنا غلطان تعال انصحني يا أخي، تعال انصحني يا أخي، والله العظيم بتقبل نصيحتك، أنا ليش بشو أغلط؟ أنا تعلمت من وراء هذا الشيء اللي صار مع الشاب الله يرحمه عبود عبرة كثير كبيرة، أنا تعلمته، طلعت أحكي لعائلتي الشيء تعلمته، ليش أنت بتتضايق؟
انا المصدوم منه الاشخاص اللي طلعوا حرض على الفيديو، اشخاص ما تخيلتهم يحكوا علي بعمرهم. على كل حال انا رسالتي لاهله ورسالتي لكل حدا من رفقاتي، اذا كل هالشيء متضايق من الفيديو، انا حكيت اني ما عاد اعمل مشكله مع اي حدا، والحقد اللي بقلبكم خليه بقلبكم، انا شخص بادي بدايه جديده. بحبكم والسلام عليكم. وبس هون وصلنا المقطع، اتمنى وقت عجبكم، تحطون لايك، تشتركوا بالقناه، تشتركوا في زي ما قلت من القصص، وبس مع السلامه.